GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاك أستاذ وليد المعداوي من GFXAcademy.net. وأهلا بيك في أول محاضرة من محاضرات كورس الفلاش CS5 أو الفلاش CS5.5. وبالمناسبة هو وأنا بشرح الكورس على البرنامج فلاش CS5 نزل الفيرجن الجديد اللي هو فلاش CS5.5، فرفقت ده بده وقلت أو شرحت الجديد في الفيرجن الجديد مع الكورس بتاعنا. أحب أقول لك أنت طالما اخترت الفلاش أو الشغل أو تعلم الفلاش، أنت أكيد ليك ميول لعمل المواقع أو عمل أفلام الكرتون أو عمل الفلاش بلاير، سواء كان فيديو أو سواء كان MP3. فده أنت طبعا يعني من الاختيار ده أنت موفق بإذن الله، لأن هو الفلاش طبعا هو رقم واحد في عمل الحاجات دي كلها. دايما بيتميز الفلاش عموما بسرعته، بأنه خفيف وأنه متخصص في الويبات شوية أو كل ما يعرض على النت. ليه؟ لأن هو صمم خصيصا بالشكل ده. أحب أقول لك عن تاريخ الفلاش شوية. هو كان من شركة ماكروميديا زمان، كان أول فيرجن ليها كان الفلاش، أعتقد إن هو كان فلاش 4، وبعدين بدأ يطوروه لغاية لما شركة أدوبي اشترته وضمته ليها وبقى اسمه أدوبي فلاش، بالفيرجنات بتاعته بقى بدأت تنزل. بالنسبة للغة البرمجة الخاصة بالفلاش هي الأكشن سكريبت. لغة الأكشن سكريبت هي مشتقة من لغة الجافا سكريبت، وبدأوا يطوروا على الجافا سكريبت لغاية لما وصلوا بالأكشن سكريبت زي ما احنا بنشوف دلوقتي في الحاجات العالمية، بقى فيها 3D وبقى فيها حاجات كتير جدا جدا، بقت أقوى بكتير جدا جدا من الجافا سكريبت نفسها. تعلم اللغة دي سهل جدا، هو أسهل من أي من تعلم أي لغة برمجة في العالم كله فعلا، وده حقيقة. ممكن تعمل بحاجات بسيطة شغل كويس، عكس أي لغة تانية ممكن تدنك فيها سنة أو اتنين أو تلاتة كمان تدرس فيها ولسه ما عملتش حاجة. لا، هو مجرد شهر واحد من دراسة الأكشن سكريبت، سواء كانت 2 أو 3. وموضوعنا اللي احنا هنتعلم أكشن سكريبت 3 مع بعض هتكون إن شاء الله دورة مميزة، وهي مميزة فعلا. ويمكن اللي يعرف كده كويس ما تميزنا في دوراتنا اللي سبق واشترك في أي ورشة أو شاف أي ورشة مجانية أو مدفوعة لـ GFXAcademy.net. إن شاء الله هقدر بإذن الله أقدر على قد ما أقدر إن شاء الله أكفر أو أغطي معظم جوانب الفلاش أو معظم الأوامر داخل برنامج الفلاش. ومن خلال كورسنا ده هديك افكار كتير قوي 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 من خلال بروجكت فعلا على كل حاجه بنعملها. يمكن ده خلاني اتاخر قوي في يمكن في ان انا اخلص الكورس، بس فعلا حرصت في الكورس ده اني ما اديكش اوامر زي ما هي كده، لا انا بديك اوامر وبعرفك على اجزاء البرنامج من خلال افكار دايما لكل حاجه، ومن خلال خبرة شغل دامت سنين. ففعلا إن شاء الله هتطلع بقدر وافي من المعلومات والأفكار وفكر سوق العمل ماشي إزاي. أحب أقول لك أنت باختيارك للكورس ده هتكون إن شاء الله في نهاية الكورس ده، أنا منتظر منك بروجكتات كاملة إنك تقدر تعملها لوحدك فعلا بدون أدنى أي حد يجي أو يساعدك أو كده. وأنا موجود في الاستفسارات في أي وقت على المنتدى، راسلني على الخاص وأنا على طول ببدأ أفتح معاك حوار وأبدأ أشوف أنت عايز إيه وهصحح لك الغلط ونقيم إن شاء الله على طول المستوى. عايز بقى أعرض معاك شوية حاجات وأعرف وأعرفك إيه هي
مجالات الفلاش او الفلاش بيعمل ايه؟ ودي كان سؤال دايما دايما للدارسين، هو الفلاش ده بيعمل ايه؟ ولكن الفلاش هو صنع خصيصا لعرض اي حاجة على النت، او لعمل البرامج، او لعمل الويبات. طيب خلينا نشوف مثلا موقع زي ده، تمبلت مونستر، هو موقع كبير ومعروف بيعرض التمبلتات بتاعت المواقع او التصميمات بتاعت المواقع. عندي مواقع فلاش زي كده، تعال نفتح اي واحد في دول ونشوفه طريقته عاملة ازاي، الناس اللي عاملة المواقع دي بتعرضها للبيع. زي ما انت شايف معايا، لما جيت استعرضت الويب سايت ده، هو ده الويب سايت معروض للبيع حوالي ب65 دولار، ولو عايز تشتريه بالكامل بحيث انه يتشال خالص من الموقع هو ب3500 دولار. طبعا انت شايف السعر جامد، فانت تخيل نفسك لو انت اتقنت فعلا الفلاش ممكن تعمل حاجة زي دي وتعرضها للبيع، بحيث انك تقدر تجيب دخل او ربح مادي. هنا الميوزك بلاير تضغط عليه، في هنا فول سكرين بالشكل ده، في هنا البريفاسي، بص طريقة العرض عاملة ازاي. هنا طبعا انا كاتم الصوت خالص، نشغل الصوت شوية ونتفرج. ده كان موقع من المواقع المعروضة. طبعا طبعا يعني الفلاش دايما دايما بيشتهر بالإبهار المرئي والسمعي، يعني دايما تشوف أي موقع فلاش بتلاقيه فيه شكله جميل قوي، وبيديك كده تفاعل، وبيديك كده حاجات بتطلع وتنزل، وموسيقى، يعني زي ما انت شايف. انا مش هتكلم كتير عن المواقع الفلاش، تعال نشوف موقع تاني مثلا. شايف طريقة العرض عاملة ازاي؟ طبعا زي ما انت شايف حاجة رائعة فوق الرائع. يعني طبعا الابهار ده هو اللي بيتميز بيه فعلا برنامج الفلاش، تمام. طبعا ده احنا كده بنتكلم على الويب سايتس، يبقى ده اللي احنا بنتكلم فيه على الويب سايتس. يبقى ادي مجال من المجالات بتاعت الويبات، تعمل ويب سايت بطريقة احترافية جدا وشكله جميل جدا، سواء لشركة، سواء لنادي، سواء لكوافير، سواء لأي حاجة تخيلها. ده كان واحد من المجالات. في مجال تاني، وهو مثلا ان انت تعمل الفيديو بلايرز، تمام. تعال نشوف ده عامل ازاي. بص طريقة العرض عاملة ازاي. طبعا لما اعمل كليك يمين على الصفحة كده
ولاقي القايمة بتاعت زوم ان وكواليتي وبرنت واخرها جلوبال سيتنجز وفلاش بلاير، بلاقي دي يبقى ده معمولة بالفلاش. تعال نشوف مثلا حاجة زي كده. طبعا ده نظام زي اليوتيوب كده، ده فلاش بلاير معمول بالفلاش. بضغط هنا ابتدي يجيب لي الفيديو بتاعه. طبعا ده معمول بالفلاش والاكشن سكريبت 3 او 2، بس دي معمولة بالاكشن سكريبت 3. جميل. طبعا احنا لازم نبقى عارفين كويس قوي امكانيات البرنامج اللي احنا عايزين نشتغل فيه علشان نقدر نستوعب هو ممكن يقدر يعمل ايه وقوة البرنامج يعمل ايه. يبقى اول حاجة كان الويبات، تاني حاجة كانت الفلاش بلايرز او الفيديو بلايرز بالشكل ده. بتلاقي هنا الصورة والديسكريبشن، وبعدين بتلاقي هنا بتضغط كده بتلاقي الفيلم بتاعك او الفيديو بتاعك بدأ يظهر بالشكل ده. ده برضو فيديو، شكل فيديو بلاير. طبعا انت اللي بتصمم كل ده، بتصممه بالطريقة دي، وبعدين تبتدي تدخل الزراير دي وبتبدأ تربطها بالاكشن سكريبت، وبعدين زي ما انت شايف. شايف انت لما هو بيمسك التابلت اللي هو كان ماسكه دلوقتي وبيشتغل بيه، ده مجال، بالك ان ده مجال من المجالات بتاعت الفلاش. برضو الانتر اكتيفيتي انفايرمنت او البيئه اللي هي التفاعليه على التابلتس والموبايلات والحاجات دي، ده بيعملها الفلاش، البرامج اللي شغاله بيها، اللي هو لما تاتش، لما تمسك حاجه تاتش كده وتبدا انك تشتغل بايدك وتبدا تضغط على الصوره وبتعمل لها دراج او سحب اليمين او الشمال او كده، ده كل ده هو ده الفلاش اللي عامله. وده مجال تالت من مجالات الفلاش. نكمل. كل اللي في التابلت اللي معروض ده واللي بيعملوه بإيديهم معمول بالفلاش، الفلاش اللي عامله. جميل. يبقى فهمنا المجالات، شوية مجالات. يبقى أول واحد موقع المواقع، تاني حاجة ممكن تعمل بيه الفيديو بلاير زي ده، تالت حاجة برامج الفلاش أو برامج التابلتس والموبايلات، رابع حاجة حاجة زي كده مثلا زي ساوند باك جراوند مثلا أو زي كده. جميل. حاجة زي كده مثلا بتاعت لما انت تعمل امبسري بلاير او تفاعلات زي ما انت شايف. ممكن حاجات كمان زي بانر روتيتور. البانرات دي هي اللي بتعمل اعلاناتك. اوكي، يعني مثلا لو جيت شفت طريقة عرض البانر ده، ببص الاقي هنا في صور بتظهر، بختار الصورة بتبدأ تحمل لي بشكل جميل جدا، طبعا مختلف عن اي حاجة تانية خالص. في فرق كبير جدا من الفلاش واي وسيلة عرض تاني. جايب لك هنا كمان اربع اختيارات شكل البانر
وطريقة العرض. كل دي اشكال للعرض زي ما انت شايف. البريلودر بيسميه بريلودر في الاول، اللي بيحمل، وبعدين بتبقى طريقة عرض الصور بالشكل ده. حاجة تانية، الانيميشنز او افلام الكرتون زي ما انت شايف، ممكن تعمل انيميشن بكل سهولة، وافلام كرتون جميلة جدا وعالية جدا وموجودة كلها على التلفزيون ومايل التلفزيون، وانا واحد من الناس اللي بحب اتفرج على افلام الكرتون. انيميشنز بسيط، وفي انيميشن طبعا معقد واقوى من كده بكتير. ودي كان برضو مجال. المجال التاني مجال الجيمز، وده المشهور بيه جدا الفلاش. الفلاش مش، خد بالك ان الفلاش في ناس بتقول ان هو عشان الجيمز بس، لا انت شفت المجالات بتاعته اهي. طبعا انت عارف ان الجيمز معروف جدا على المواقع، وفي مواقع كتير جدا متخصصة في الجيمز. حاجة كمان زي مثلا بوتونز، عايز تعمل بوتونز او الازرار اللي بتدوس عليها توديك على لينكات او صفحات. شايف هنا لما اجي بقى بضغط كده، ما بضغطش، انا بروح بس على البوتون. لو ضغطت على البوتون بيبتدي يظهر لك الكلمة تحت. جميل، حاجة زي كده. يعني مجالات الفلاش كتير، مجالات الفلاش فعلا فعلا كتير جدا جدا. لو انت جيت قلبت في اي موقع تاني هتبص لي طرق عرض بقى زي ما انت عايز، يعني ملهاش حصر، والافكار والابداع ملوش نهاية. تعالى مثلا على ده، شايف طول العرض زي حاجة بسيطة جدا. اقول لك والله انت ممكن تقدر تعمل كده، بس خد الفلاش محمل الجد وركز في مجال منهم. يعني مجال الويب ده مجال تتخصص فيه، او مجال الكرتون، او مجال الجيمز، كل دي مجالات، او مجال صناعة البرامج، او مجال صناعة البرامج على التابلتس او الموبايلات. كل ده، كل واحد فيهم مجال لوحده. وطبعا لو انت عايز تتخصص، يا ريت يا ريت تكون محدد ده من قبل ما تخش، او من ساعة ما قررت انت تخش في الفلاش وتشتري كورس تبدأ تتعلم صح اقوى برنامج فعلا لعمل انيميشن على الويب، او عن طريقة عرض الويب. انتجته ادوبي بإنتاج عالي جدا جدا، وكل يوم بيطوروا فيه فعلا، وهو المستقبل. لو انت جيت مثلا كتبنا موقع زي ده كده، ونخش مثلا على، كنت شفت حاجة عليه كويسة، او انتراكتيف ميديا، تعال نشوف الفلاش ممكن يعمل ايه. حاجة زي كده انتر اكتف ميديا، يعني البيئات التفاعلية اللي ممكن عن طريقها
تعمل حاجات جميلة قوي. شايف الرسمة والكلام ده؟ طبعا اللي عامله الفلاش يعني ممكن يخش بيئة طبيعية عادية زي ما انت شايف ويعمل الحاجات دي. شايف هنا مدى التفاعل بين الست دي والتابلت اللي قدامها؟ البرنامج اللي معمول ده على التابلت معمول بالفلاش. ده واحد مثلا في شركة وعنده سيستم كامل لعمل البرزنتيشن أو لعمل الدروس أو لعمل التوضيح معاه في البرنامج مثلا أو في الشركة مع موظفين، وأنت جاي مثلا جايب حاجة تشرحها، فجاي هنا برضو ده مجال من مجالات الفلاش، تبدأ تعمل الحاجات بتاعتك وتشرح عليها. Thank you.
شفت معايا الفلاش ممكن يقدر يوفر لك ايه ويعمل ايه؟ طبعا الكلام ده كله احلام، احلام كبيره للجنس البشري انه يقدر يوصل للموضوع ده، وفعلا بداوا يوصلوا للتقنيه دي بطريقه كبيره جدا 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 في استخدام مجموعه البرامج، ومنها الفلاش اساسي في موضوع الانتر اكتيف ميديا او البيئات التفاعليه زي ما انت شايف. يا ريت يا ريت عشان تقدر فعلا توصل معايا لمستوى كويس تكون محدد هدفك هتتخصص في انهي مجال. انت اشتريت الكورس ان شاء الله، الكورس على فكرة قوي جدا وكبير بس انت خلصه، بس فقط يبقى بعد التعرف على البرنامج بشكل كويس جدا جدا انك فعلا تحدد انهي حاجة انت ناوي تخش فيها، وانا موجود لأي استفسار أو مراجعة في المعلومات. أتمنى أتمنى إني أكون قدرت أكون وضحت بعض من أعمال الفلاش العالمية، وأتمنى إني أكون وصلت الفكرة مظبوطة، وبإذن الله أشوفك في أول فيديو أو أول محاضرة لتعلم الفلاش CS5.5. السلام عليكم.